انت ايه اللي نزلك؟ انت محدش يقدر يقولك تلت التلاته كام؟ عشان تعبانه يوم ما تستريحي. انا محدش غصب عليا انزل. انا اللي زهقت من الرقده والقعده في البيت وتنزل اشوف بني ادمين وغير جو. انا بقتلع على شونة. انا يا اختي مفيش بني ادمين. يا بنت اسمعي، طه ادام راكبه دماغك يبقى تستريحي، تقعدي برنسيسه ما تشتغليش. حط لها السلامه يا عروسه، يا رب يكون اهلنا. بقول لك يا ابله، عزه ما نزلتش النهارده، عزه اجازه وطلباتها ومشاربها عندي. ده من ايه ده بقى ان شاء الله؟ هو كده وانت ليك اكل ولا بحلقه؟ ما تخليني ساكته بقى وفاتنه في نفسي. البت تعبانه يعني مش حمل شغل ووجع قلب. ماشي يا قطه، اما نشوف اخرتها معاكم انتوا الاثنين. يلا يا بت بالراحه على شمس عشان ما تحطكيش في دماغك يا بلبل. هتعمل ايه يا اختي ان شاء الله؟ انا هيسقطوك يا قرد. فكك يما، انا بعرف اظبط نفسي. ولا يا حمدي ولا ديره سخنه. هنا الباشا قاعد لوحده ليه؟ اهلا شمس، جيتي في وقتك، كنت عاوز اسالك على عيش. ده حب ده يا باشا بقى ولا غرام ولا ايه بقى بالظبط؟ لا ابدا، بنت عادتها لطيفه. هي ما جتش الليله؟ لا انا ما شفتهاش، بس عيش زبونه تيجي وقت ما تحب. هجيب لك البت بلبله، بنت دمها زي العسل. لا بنت بلدي وصوتها عالي وبتخبص في الكلام. في احلى من البلدي يا باشا؟ ده عامل زي طبق الكشري كله مشطش. تقيل على معدتي ما استحملوش. انت شاور لي بس على اي واحده تعجبك وانا اجيبها لك. لا شكرا ليكي، خليني كده احسن. انا لما عاوز حاجه هطلبها منك. بشوقك يا باشا. يا باشا. اهلا يا شمس. لا انا خايفه اتعود على وجودك هنا كل يوم. بقول لك ايه، تحب تقعد على البست ولا تخليك هنا في الروقان؟ انا عايز اقعد في الحته دي، حاسس ان فيها حاجه جديده. ما بلاش ثلج يا باشا، جواها غامق النهارده. بقول لك ايه، قعدك مع البت توته، بت دمها زي السكر ما بتبطلش ضحك. انا عاجبني الجو الغامق ده قوي. شوقك يا باشا، تعال اتفضل. ساندي الباشا عايز ينبسط، فكيها كده وروقيه. شفت لك يا باشا؟ سيبيني على راحتي. راحتك، اتفضل. يلا نقسمه سوا. هو ايه ده اللي نقسمه سوا؟ الحزن اللي مالي عينيك. ولا نقسمه ازاي بقى؟ بقول لك ايه؟ شكلك جاي تبص، شوف لك ترابيزه تانيه، انا دمي تقيل النهارده. بالعكس، كل الحكايات اللي في عينيكي بتقول ان احنا نبقى اصحاب. اقول لك على حاجه، يلا انا احكي لك حكايه وانت تحكي لي حكايه، وفي الاخر نشوف حكايه مين اكتر حزن من التاني. ولازمته ايه بقى ننكد على بعض؟ لان انا محتاج حد يسمعني، وانت شكلك محتاجه حد يسمعك. ايه؟ ابتدي انا ولا تبتدي انتي؟ ماشي، ابدا انت. من 30 سنة وقعت في الحب. يا حبيبي بقول لك ايه؟ أنا ما تنفعش معايا المواعيد البدري دي، هو ايه؟ هو أنا رايح المرور أطلع المخالفات؟ أعمل لك ايه؟ ما أنت طيرت من إيدي محي وقلت لي هظبط لك اللي أتقل منه، ومن ساعتها اختفيت ونسيت. هيثم ما ينساش، أنا كنت بظبط الشغلانة. وظبطت؟ مش عارف. نعم يعني ايه؟ اصل الشغلانه دي معايا بقالها اكتر من سنه، اجيبها يمين اجيبها شمال تقيله، حتى كل البنات اللي عندي مش هينفع يقوموا بيها، تقيله تقيله يعني. ايه اللي تقيله تقيله؟ ايه عايز توقع مين؟ محافظ البنك المركزي؟ فيلا تحفه في شارع الهرم تسوى 40 مليون جنيه. 40 مليون؟ ده بالميت،
صاحبها راجل برنس من بتوع زمان بيعهم في الفلوس. وده اللي عايزنا وقعه؟ لا الراجل ده سكته بعيد علينا مش هنعرف نوصل له. نعم ليه ان شاء الله؟ الله يرحم الجميع. لا الله يرحمه. ورثته الوحيدة بنته اللي كان مخلفها من واحدة ست أمريكانية والبت دي عايشة مع أمها في أمريكا. حد يسيب كل الفلوس دي ويمشي؟ ناس مستغنية بعت عنك ياما. بس عارفة سمصر مقاولين بنوك قلبوا الدنيا على البت دي عشان يجيبوها ويشتروا منها الفيلا وملقوهاش. عارفة لو الفيلا دي تهدد وطلعنا بمول بمحلاته بسينماته بجراجاته أقل واجب 200 مليون جنيه. 200 مليون؟ طب أنا هعمل إيه في شغلانة زي دي؟ حلو أنت سألتيني وأنا هجاوبك. اسمعي مني.